السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. اكون حسين طارق من اكاديميه كواتشيو. رجعنا لكم بالجزء الاخير اللي هو اكثر جزء بالمحاضره السابعه. زين، حكي لكم همين عن نيرفز مال انتيرير واللاترال، يعني كومبارمنت اوف ذا ليج. زين، نعيد لكم من البدايه. طبعا هذا مخطط، وهذا خاص بال يعني النيرف كلها. عندنا احنا سياتيك نير، حطينا ارتيكولار برانش اللي هي تو ذا هيب اند تو ذا ني، حطينا ماسكولار تو ذا هامسترينج اند تو ذا اسكيل هيد اوف الدكتور ماجنس. زين، حطينا نوبتامنا برانش اللي هو تيبيال نيرف والكومن برونيال او فيبولار نيرف. اللي احنا اخذناه بهاي المحاضره حناخذه اللي هو الكومن برونيال او فيبولار نيرف. تمام، زين، اللي اخذناه بهيج المحاضره اللي هو تيبيال نيرف. زين، الكومن برونيال او فيبولار نيرف راح يطينه، حينقسم الى قسمين، الى ديب برونيال او فيبولار نيرف ولا سوبرفيشال برونيال او فيبولار نيرف. اوكي، ديب برونيال او فيبولار نيرف، سوبرفيشال برونيال او فيبولار نيرف. هو من اسمه كومن، قلنا اي شيء كومن يعني حيكون جامع، يعني لازم ينقسم الى شغلتين. يعني عندنا احنا مو عندنا كومن الياك ارتري، اوكي، حينقسم الى اكسترنا الياك وانترنا الياك، فهذا نفس الشيء. كومن برونيال او فيبولار ارتري حينقسم الى ديب برونيال وسوبرفيشال برونيال او فيبولار ارتري. زين، يقول لك الديب برونيال حينقسم الى ميديال برانش ولاترال برانش. اللاترال برانش حيروح الفد مصل، والميديا برانش هم عنده حيروح المصل، يعني برانش المصل يزودون في العضلات وحطونا كوتينس برانش. زين، سوبرفيشال او البرونيال فيبولار نيرف حطينا كوتينس. اوكي، هذا كل الموضوع، نعيد لكم اياهن لان هو اصلا مذاكر ذاك الشيء، حيحكي هو عليهن ما حيحكي على البرانشات مالته. زين، عندنا يا بسياتيك حيعطينا تيرمينال، حيعطينا كومن برونيال فيبولار نيرف، حيعطينا ديب برونيال او فيبولار نيرف، حيعطينا سوبرفيشال برونيال فيبولار نيرف. زين، الديب حطينا لاتا برانش وميديال برانش. اوكي، حطينا كوتينس، الميديال حطينا كوتينس وماسكولار، واللاتا حطينا بس ماسكولار. زين، سوبرفيشال برونيا او فيبلر حطينا كوتينس، هذا هو. زين، نبلش احنا بالديب برونيا. الديب برونيا يقول لك is the nerve of anterior compartment of the leg, it's one of the terminal branch of the common peroneal nerve. يقول لك هو النيرف مال anterior compartment مال leg، هو واحد من البرانشات النهائيه مال common peroneal nerve. زين، the common peroneal nerve after winding around the fibular neck divides in the upper part of peroneus longus into superficial and deep peroneal nerves. يقول لك ال common peroneal nerve، اوكي، تذكروا احنا ايش قلنا؟ قلنا السياتيك نيرف حينقسم بالابكس مال البوبليتال فوسا الى كومن برونيال ولا يعني تيبيال. زين، كومن برونيال يقول لك راح يمشي، راح يلتف داير مدار النك مال شنو؟ مال الفيبلا. يقول لك من يلف داير مدار النك، تشوفون هذا البرانش هذا الصغير اللي طالع، هذا هو الديب برونيال نيرف اللي حنحكي عليه. زين، وين حينقسم؟ حينقسم بالحدود العليا او الاوريجن، يقال هو بالضبط الحدود العليا او ايش قال الابر بارت، اي الابر بارت نقدر نقول او الاوريجن مال بيرونيس لانجس، حنقسم الكومن برونيال الى سوبرفيشال وديب. هذا بعد شلون حينقسم مع هذا؟ شلون هذا الكومن برونيال حينقسم الى شنو؟ هذا الديب اللي يشوفوه شلون فايت لي جوا حيفوت، وهذا السوبرفيشال. اوكي، سوبرفيشال برونيال نيرف وديب برونيال نيرف، وين؟ الحدود العليا مال فيبولارس لانجس، لان هو لاترالي. زين، the deep peroneal nerve passes deep to the fibers of extensor digitorum longus. يقول لك deep peroneal nerve حيعبر deep للفايبرز مال شنو؟ مال extensor. ها، عندك شوف وين قدام، هي صورة همين. بعد شلون هاي الكومن برونيال نيرف بعد شلون راح يلوف انه بينقسم، انقسم شنو؟ هذا الجزء اللي هو شنو؟ deep peroneal nerve اللي هو هذا، وهذا superficial peroneal nerve. اوكي، زين، يقول لك يابا كومن برونيال نيرف ايش بي؟ حيمشي deep للاكستنسر digitorum longus، شلون حيعبر deep لها؟ تمام، تمام، واضح حيعبر ديب إلها. تمام، زين، يقول لكم and so reaches، يقول لك ولهذا راح يوصل للانتوسس ممبرين، وهم حيعبر الانتوسس ممبرين on the lateral side of the anterior tibial vessels. ها، خبصتكم انا يابا باللاترال سايد مال anterior tibial vessels، بعد شلون هنا حيعبر منا؟ اوكي، وقول لكم هنا حيعبر فوق، بعد شلون هنا حيعبر فوق الانتوسس ممبرين باللاترال سايد مال anterior tibial vessels، يعني هذا الارتر وهذا الفينز، بعد شلون حيعبر باللاترال سايد، فشو عمر باللاترال سايد الهن؟ على شنو؟ على الانتوسس ممبرين، حيمشي على الانتوسس ممبرين. بينما هم الانتيرا تيبال ارت يعني انتيرا تيبال فينز وانتيرا تيبال ارتري ايش بيهن؟ راح يخترقوا الانتوسس ممبرين. تمام، قلت لكم دوني انتيرا تيبال ارتري حيخترق الانتوسس ممبرين حتى ايش بيه؟ حتى يجي يفوت ويعبر شنو؟ حتى يجي يعبر الانتيرا كومبارمنت. تمام، زين، اقول لك ديب برونيال نيرف عفوا in the anterior compartment of the leg، يقول لك deep peroneal nerve بال anterior compartment مال leg has the same course as the artery. يقول لك deep peroneal nerve
وبعدين تكون مادلك عندنا نفس الكورس مال الارت، يمشي نفس الارت بالضبط، بس بي لاترال تويت، يقع لاترال. لازم it supplies all muscles of this compartment and tibio fibular joints. ها يقول لك يغذي كل المصل مال انتير كومبارمنت اللي هي تيبيالس انتير اكستنسا ديجيتوم لانجس اكستنسا لوس لانجس وبيرونيستالتس، ويغذي التيبيو فيبيلار جوينتس، يغذي الجوينتات مال التيبيا والفيبيلا. زين ديفايد اون ذا دورز اوف ذا فوت، ينقسم بالدورز اوف ذا فوت الى ميديال ولاتر برانت، قلت لكم حينقسم الى ميديال ولاتر برانت. زين الليجن اوف ذيس نيرف مي ريزت تو ان ابيليتي تو دورز ذا فليكس اوف انكل اوف فوت دروب، واللي صار عندنا ليجن بهذا النيرف راح يمنعنا وما نقدر احنا نسوي شنو دورز فليكشن، من قصد حيساعدنا فوت دروب، راح توقع رجلنا هيك راح توقع بقى. الدورز فليكشن اللي هو شنو دورز فليكشن؟ انه اجي انا اوقف على الهيل مات، اجي اوقف على يعني على الهيل على الكاحل. زين اذا انا ما عندي القابليه رجلي هيك راح توقع، شلون اشوفكم يا بقى؟ عشان عندي اني هذا عندي اني السطح، زين عندي اني الرجل العاديه بقى، شلون اجي انا عندي هذا الهيل ماتي هنا عندي الرجل، اجي انا اوقف عليه تمام، وقفت عليه بكل بساطه. تخيلوا عندنا هذا السطح نفسه، اذا صار عندي انجري بالديبرون نيرف راح يصير عندي هيجي باش حيصير عندي، تخيلوا هيك انه حيصير عندي فوت دروب، حتوقع رجلي حتوقع لي جوا يعني هيك حتوقع هيك ما اقدر ارفعها، بين قوسين ما اقدر ارفعها فوت دروب. زين يكمل لك بعد على الديبرون نيرف، يقول لك لايز بارالل ان لاترال تو ذا تندون اوف يعني اكستنسر هلوسس لانجس، هاي الاكستنسر هلوسس لانجس هو ايش بده يقع بارالل لها بقى، شلون بده يقع بارالل لها موازي لها تمام. زين ولاترال لها طبعا، يقول لك at the lower border of inferior extensor retinaculum device into terminal medial lateral branch، يقول لك بال lower border او inferior extensor retinaculum، يقول لك ايه بال lower border مال inferior extensor retinaculum اللي هو قصده هاي، وعشان هاي inferior extensor retinaculum هنا هي حتكون تقريبا هنا هاي، هينقسم الى شنو؟ medial هنا لا هذا lateral، هذا الصغير هو lateral باشون، هذا lateral وهذا medial، هذا lateral branch وهذا medial. زين يقول لك lateral branch supplies extensor digitorum brevis، ها يقول لك lateral branch ما تش حيسوي يعني احنا ما حكينا بوقتها اللي فوق من اخذنا extensor digitorum brevis، ما اخذنا اسمه مالته اللي هي شنو، ما اخذنا الانرفيشن، اخذنا origin insertion action بس ما اخذنا innervation، فهسه الانرفيشن هسه ترجع تكتب لي، وانا هم حرجع اكتب لك اياها طبعا ان شاء الله، انه الديبرون نيرف lateral branch ما تغذي extensor digitorum brevis اللي هي هاي العضله اللي اخذناهم اللي فوق بالجزء الرابع اللي هي هاي العضلة الاكستنسر ديجيتورم بروفيس تمام. زين يقول لك بعد شنو ميديال برانش وين يروح؟ سبلايز ذا ويب بتوين فيرست اند سكند ديجيت، يقول لك يغذي لك الويب اللي هي المساحه بين الفيرست والسكند ديجيت، حيمشي هو هذا الميديال برانش يغذي لك بعد شنو انقسم، حيغذي لك هاي الويب اللي هي المساحه الفارغه او المساحه بين الفيرست والسكند ديجيت. زين ات اولسو جيفز ا برانش as an additional supply to the first dorsal and transverse muscle، ها يقول لك حيعطيك برانش، ايش بي بيعطيك برانش additional يغذي لك الفيرست dorsal and transverse muscle، ناخذها بالمحاضره الجايه ان شاء الله، يعطيك برانش اضافي يغذي لك الفيرست dorsal and transverse first dorsal and transverse muscle تمام، خلونا ببالكم. زين nerves and lateral component of the leg، يقول لك one of the two terminal branch of the common peroneal nerve اللي هو superficial fibular or peroneal nerve تمام، يوم من L4 إلى S1 أوكي. زين إيش عندنا عليه يا أبي؟ يقول لك one of the two terminal branch of the common nerve، يقول لك واحد من البرانشات النهائية ما تبعه شون بعه شون، هنا هذا deep وهذا superficial fibular، شوف شون ديمشي laterally. زين شبي it arises within substance of peroneus longus muscle، يقول لك ينشأ ويا الأوريجين مال يعني مال شو اسمه peroneus أو fibularis longus بعه شون، هاي هي هنا انقسم هنا نشا ويا الاوريجين تقريبا بعد شلون نشا ويا الاوريجين مال فيبلاريس لانجس اللي هي هاي، بعد دي يقول لك يقول لك يابا and it descends down within the peroneus lungus، حينزل لي جوي البرونيس لانجس it emerged from its anterior border، حيمشي الانتيير border مالته ويغذيك البرونيس لانجس والبيرونيس بروفيس بعد شلون، يقول لك ينشا ويا الانتيير يعني ويا الانتيرير مالت انتيير border وحيمشي وياها ينزل وياها يغذيها هي فيبلاريس لانجس وفيبلاريس بروفيس. زين يقول لك superficial fibular operonial nerve L4 إلى S1 يعني L5 S1 after supplying fibularis longus fibularis brevis the superficial fibular nerve pierces distal the deep fascia of the distal third of the leg to become a cutaneous nerve. ها باشون يقول لكم يا أبي هذا عندنا هنا باشون هنا راح يمشي هذا superficial fibular nerve شبي يخترق لك هنا يعني الديب فاشيا وحيطلع
حتى يصير كوتينس نيرف. اوكي زين. سبلاينج ما طول هاي صار السبلاينج هاي شنو هاي الموضوع تابع لشنو تابع هنا للمحاضرة شنو للمحاضرة رقم 11 ان شاء الله حأشر هنا واكتب محاضرة رقم 11. اوكي زين فخلوا ببالكم يعني حيصير كوتينس بعدين. زين كومن برونيال انجري يقول لك اذا انضرب الكومن برونيال انجري ايش راح يصير عندنا راح يصير عندنا مشاكل. زين طبعا هو هذا السلايد هذا تابع للفوكا بس هذا شوي العلاقه هم بالمحاضره 11 فخليته على المحاضره 11 ما ادري افقل هالمحاضره المحاضره 11 مو ذيك الطويله. زين كومن برونيال انجري اذا انضرب عندنا كومن برونيال انجري اللي هو هذا الاصلي. زين يقول لك because of its superficial position لان هو واقع شوي superficially يعني تحت الجلد تقول the common peroneal nerve is liable to be injured as it wings subcutaneously around the neck of the fibula. يقول لك هو معرض انه ينصاب ليش لان هو يلوف دائر مدار الفيبولا او النيك اوف ذا فيبولا. So at this position يقول لك بهذا الموقع the common peroneal nerve is liable to be injured as a result of. يقول لك بهذا الموقع اللي هو around the neck of the fibula هو معرض ان ينضرب ليش للاسباب التالية. The nerve may be injured too. ممكن هو يصاب الأسباب التالية. Direct trauma يعني ضرب مباشر ما تتندعم سيارة كذا لا سمح الله. During fracture of the fibular neck. من تتكسر عندك الفيبولار نيك. زين. When the knee joint is injured or dislocated. يقول لك لما knee joint يتصار عندك بانخلع أو انضرب. يعني بقى عشان knee joint هنا. فهو قريب كلش ممكن يأثر على الفيبولا وش بي يجي يخلع عهمين. أوكي فيساعدنا كسر. The consequence of the common peroneal injury there is a motor loss and sensory loss. طبيعي احنا عندنا يقول لك اذا انضرب اي نيرف حيصير عندنا حسب طبعا نوع النيرف يقول لك حيصير عندنا يعني فقدان بالموتور يعني بعضلات عضلات حتكون ما تشتغل وفقدان بسنسوري لوس يعني حيصير عندنا احساس في المنطقة الجديد يقوم ما نحس به. تمام فهذا الشيء تابع ان شاء الله المحاضرة يعني هاي كله تابع للمحاضرة رقم 11 ان شاء الله. خلنا نشوف بعد. اوكي كملنا المحاضرة هنا نكون وصلنا لنهاية هالمحاضرة. أتمنى المحاضرة سهلة ومفهوم. أي سؤال عندكم أي استفسار أي فتشي لا ترددون وبالتوفيق إن شاء الله الجميع ومع السلامة. Thank you.